اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 2 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 5 اللي بعنوان Solving Problems About Bar Graph Data، يعني هنحل مسائل على المعلومات اللي موجوده في البار جراف. احنا كنا خدنا يا اولاد في الدروس اللي قبل كده البار جراف، وعرفنا انه طريقه من الطرق اللي بوضح بيها البيانات عن طريق الرسم. يعني مثلا البار جراف اللي قدامي ده لو عايز اعرف بيوضح ايه، اول حاجه اروح ابص على التايتل او العنوان بتاع الايه البار جراف مكتوب ايه. مكتوب subjects we like، كلمه subjects يعني المواد اللي احنا بندرسها، subjects we like يعني المواد المحببه لينا او المواد اللي احنا بنحبها. طيب ايه هي السبجكتس اللي عندنا؟ بنكتبها هنا على الهوريزونتال لاين. عندي الماس، عندي الانجليش، عندي الارابيك، عندي الساينس، وهنا زي ما انتم شايفين مكتوب الكايندز اوف سبجكتس يعني انواع المواد اللي عندنا. طيب الفيرتيكال لاين ده هنكتب عليه ايه؟ هنكتب عليه النمبرز اللي هتوضح العدد اللي بيحبه المواد دي. والفيرتيكال لاين ده يا اولاد ساعات بنسميه السكيل. كلمة سكيل يعني التدريج اللي احنا بنكتب عليه النمبرز دي. مكتوب هنا ايه؟ النمبر اوف ستودنتس. يبقى انا فهمت من الشكل ده ان انا عندي مواد، والمواد دي في اولاد بيحبوها، وهنشوف كم واحد بيحب كل مادة من دول. طيب لما نيجي نبص للرسمة دايما نحاول نطلع حاجتين، نطلع الموست فيفوريت والليست فيفوريت. اوكي، يعني هنا مين الموست فيفوريت؟ الموست فيفوريت سبجكت او اكتر ماده محبوبه، او الموست لايك سبجكت اكتر ماده الاولاد بيحبوها. لما نيجي نبص هنا نلاقيها الارابيك. ليه؟ عشان هو اطول بار او البار اللي موجود منه كتير. طب هم كام؟ بنيجي على اخره كده نبص هنا على النمبر نلاقيه كام؟ نلاقيه 10. يبقى انا عرفت ان we have 10 students who like the Arabic. اوكي؟ طيب مين الليست لايك سبجكت او الماده اللي الاولاد ما بيحبوهاش كتير؟ نيجي نبص على البار جراف، مين اقل بار؟ اقل بار البار بتاع الساينس. اخره اهو. في كام بوكسز؟ ادي 1 2 3 اهو، 3 اهي. يبقى انا كده عرفت ان we have 3 students who like the الايه؟ الساينس. ممكن يجي لنا بقى مسائل يا اولاد يقول لي ايه؟ يقول لي what is the number of students who liked math and english. يعني هيجي يسالني ايه هو النمبر بتاع الستودنتس اللي بيحبوا الماث والانجليش. نعمل ايه؟ نروح نبص نشوف كم واحد بايه بيحب الماث. ادي 1 2 3 4 5 6 7 and 8، واروح اشوف الانجليش كام واحد؟ 1 2 3 4 5 and 6. يبقى لما نحط الاثنين دول على بعض يبقى هي دي اجابه السؤال، كم واحد بيحب الماس والانجليش. يبقى الاجابه بتاعتنا نقول ايه عشان نحل السؤال ده او نجاوب على السؤال ده؟ نقول ايه؟ نقول ال8، ناخد ال8 ديت ونعمل لها بلس الايه؟ ال6 ديت. ليه عملنا لها بلس؟ عشان بيقول لي كلمه اند. كلمه اند بتفهمني ان احنا هنعمل اديشن. يبقى 8 بلس 6 يديني 14. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال ده نكتب كده the number of students who like the math and the English is 14. تمام؟ طيب نيجي لسؤال تاني بيقول لي what is the number of students who liked more Arabic than science. السؤال ده جميل قوي، بيسألني بيقول لي عندي كام students، عندي كام طالب بيحبوا العربي اكتر من الساينس. نيجي نبص على الارابيك البار بتاعه والساينس البار ده، كام واحد هنا بيحبوا الارابيك اكتر من الساينس؟ من اول هنا كده واحنا طالعين دول الزياده. طب هم كام؟ 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى الاجابه بتاعتنا 7. طب الاوبريشن يا اولاد، الماثيماتيكال اوبريشن، العملية الحسابية اللي هنعملها، نعمل ايه عشان نحل السؤال اللي زي ده؟ نعمل subtraction. نقول ال 10 اللي هم بيحبوا الأرابيك نعمل لهم minus 3 اللي بيحبوا الساينس.
10 ماينس 3 يديني كام؟ يديني 7. ممكن نحط ال 10 على الفينجرز بتاعتنا ونشيل منهم 3، نلاقي ان اللي هيبقى معايا 7 فينجرز. يبقى ناخد بالنا يا اولاد لما يجي لي في السؤال كلمه مور ومعاها كلمه زان، افهم على طول ان احنا بندور على الفرق او بندور على الديفرنس. يبقى لازم لما اجي اعمل الاوبريشن اعمل سبتراكشن. تعالوا مع بعضينا نشوف انذر بار جراف ونطلع المعلومات اللي فيه ونحل الاسئله اللي عليه. لما نيجي نبص على البار جراف اللي قدامنا ده يا اولاد ونشوف المعلومات اللي فيه، اول حاجه اعمل ايه؟ اروح ابص على العنوان علشان اعرف احنا بنتكلم عن ايه. مكتوب الفيفوريت هوبي، يعني الهوايه المفضله. يبقى احنا هنتكلم عن مجموعه هوايات وهنشوف مين اللي بيحبها اكتر. طيب زي ما انتم ملاحظين ده هوريزونتال بار جراف، يعني البارز معموله بالجنب. لما نيجي نبص هنا مكتوب الكايندس اوف هوبز، يعني انواع الهوايات اللي احنا هنتكلم عنها. اول حاجه عندي بلاينج فوتبول، هنا في ايه؟ في النمبر اوف ستودنتس. الفوتبول عندي كم واحد بيحب يلعبها؟ 1 2 3 4 5 6 7 اند 8. او اروح بعيني على طول على نهايه البار واشوف النمبر اللي قدامي الاقيه 8، يبقى وي هاف 8 ستودنتس هو لايك ذا بلاينج فوتبول. اوكي طيب بلاينج ميوزك، كام ستودنت عندي بيحب الميوزك؟ 1 2 اند 3. طيب سينجينج، كام واحد عندي من الاولاد بيحبوا يغنوا؟ نيجي نبص نلاقيهم 7. طيب الريدنج، كام واحد بيحب هوايه القرايه؟ نروح كده على نهايه البار نلاقيه بيشاور على ال 10. طيب دروينج، كام ستودنت عندي بيحب الدروينج؟ 1 2 3 4 اند 5. يبقى انا بعيني لما بصيت على الرسمه يا اولاد عرفت ان الرسمه بتتكلم عن الهوايات. عندي الهوايات كلها موجوده هنا اهي، وعندي الاعداد بتتكتب على السكيل. ده بنسميه يا اولاد السكيل. اوكي طيب يلا مع بعضينا نشوف حاجتين دايما بنسال عنهم، اللي هم مين؟ اللايك ذا موست واللايك ذا ليست. دايما السؤالين دول بيتسالوا مين اكتر حاجه مفضله او محبوبه، او حسب الرسمه ما هتقول لنا. دايما السؤال بيجي مين اكبر واحد ومين اقل واحد. اكبر واحد بيسالني عنه بكلمه ايه؟ liked the most. liked the most يعني المحبوب اكتر. طيب القليل هيسالني عنه ازاي؟ ده القليل السؤال هيجي لي ازاي؟ liked the least. يعني الناس اللي ما بتحبوش كتير، يعني او الاقل في ان الناس تحبه. اوكي يبقى لو جالي سؤال يا اولاد وقال لي which hobby liked the least، نجاوب نقول ايه؟ the hobby which liked the least is playing music، علشان اقل حاجه ايه موجوده عندي. طيب السؤال بتاع the most، لو جالي كده وقال لي which hobby liked the most، ايه هي الهوايه اللي الكتير من الاولاد بيحبوها؟ نجاوب نقول ايه؟ the hobby which liked the most is reading، عشان احنا شايفين ان الريدنج اكبر واحد. طيب هيجي يسالني بقى سؤال هنضطر نعمل اوبريشن، يا اما نحط الاثنين على بعض يا اما نعمل سبتراكشن نشيل حاجه من حاجه. زي ايه؟ بص السؤال ده كده يا اولاد بيقول لي ايه؟ بيقول لي دي اجابه السؤال، لكن هو السؤال بيقول لي ايه؟ what is the number of students who liked drawing and singing. بيسالني على حاجتين، كام العدد اللي بيحبوا الدروينج والايه والسينجينج، كام واحد؟ نعمل ايه يا اولاد هنا؟ طالما شفنا كلمه اند يبقى احنا بنفهم من الكويتشن بتاعنا ومن السؤال ان احنا لازم نعمل اديشن، نحط دول على دول. طيب الدروينج كام واحد؟ 1 2 3 4 and 5. We have 5 students who liked the drawing. يبقى انا عندي نيجاتيف 5. طيب السينجينج كام واحد بيحب يغني؟ ادي 1 2 3 4 5 6 and 7. We have 7 students who liked singing. يبقى ايه؟ نعمل 5 بلس 7 يديني كام؟ يديني 12. يبقى لو سالني السؤال ده نجاوب نقول ايه؟ نقول 12. اوكي؟ ليه عملنا ده بلس ده؟
طيب ممكن يا اولاد يجي له سؤال تاني يقول لي what is the number of students who like playing football more than drawing. ناخد بالنا جدا جدا من كلمة more than. more than يعني اكثر من. كام طالب عندي بيحب ان هو يلعب كورة اكتر من الرسم. يبقى انا لازم اروح اشوف البلاينج فوتبول قد ايه. البلاينج فوتبول اهم 8. طيب والدروينج كام واحد؟ 1 2 3 4 and 5. يبقى نقول 8 ماينس ال 5 نلاقي ان احنا عندنا وي هاف 3 ستودنتس مور. في عندنا 3 هم اللي بيحبوا الفوتبول اكتر من الدروينج. يبقى انا يهمني ايه هنا يا اولاد؟ لما تشوفوا كلمه مور ذان تفهموا ان احنا بندور على الديفرنس، عايزين نشوف الديفرنس ما بينهم. دول اكتر من دول بقد ايه؟ الفوتبول 8 والدروينج 5، يبقى 8 ماينس ال 5 يديني كام؟ يديني 3. طيب نيجي لسؤال تاني جميل، ممكن يقول لي what is the number of students who liked reading, playing music and playing football all together؟ يعني كلهم مع بعض كام؟ هو بيسألني على الريدنج والميوزك والفوتبول. يبقى نروح على الرسمة بتاعتنا ونشوف الريدنج والميوزك والفوتبول قد ايه ونعملهم اديشن. ادي الريدنج في عندي 10، بلينج ميوزك في عندي 3، بلينج فوتبول في عندي 8. يبقى نعمل ايه؟ نقول كده 10 بلس 3 بلس 8، يبقى الناتج بتاعي is 21. يلا مع بعضنا نشوف البراكتس ده. بيقول لي use the following bar graph to answer the questions. قبل ما نبص على الكويتشنز يلا مع بعضنا نفهم البار جراف بيتكلم عن ايه. التايتل بتاعه او العنوان الفيفوريت بيت، يعني الحيوان الاليف اللي احنا بنحبه اللي هو بيعيش معانا مثلا في البيت. مين هم الكايندز اوف بيتس اللي هي انواع الحيوانات الاليفه اللي احنا هنتكلم عنها؟ عندي الاسماك اللي بنحطها في الاحواض بتاعه السمك، سمك الزينه، عندي الدوج، عندي الكلاب، عندي الهامستر اللي هو الفار الصغير، وعندي القطه، الكات، وعندي البيرد. طيب الفيرتيكال لاين ده بيوضح ايه؟ بيوضح السكيل. يعني ايه كلمه سكيل؟ يعني التدريج اللي بنكتب عليه النمبرز. طب النمبرز دي بتوضح ايه؟ بتوضح النمبر اوف بيبل، عدد الناس اللي بيحبوا يربوا الحاجات دي فين او يخلوا الحاجات دي تعيش معاهم في البيت. يبقى احنا كده فهمنا الايه البار جراف. دايما هيسالني سؤالين مهمين قوي، هيقول لي what is the most favorite pet what is the least favorite pet. دايما هيسالني على الكتير قوي والقليل قوي. احنا بعينينا شايفين ان الموست البيرد، في عندي منهم كام؟ في عندي 9. اوكي، والليست مين اقل واحد؟ الكات، عندي منه بس بيحبوه. الهامستر عندي كام؟ عندي 5، وعندي الدوج عندي 3. انا بكتب النمبر في اخر البار علشان بدل ما اروح بعيني اشوفه في الجنب اشوفه على ايه؟ على اخر البار كده. والفيش عندي كام؟ عندي 6. يبقى انا كده سهلت على نفسي اطلع النمبرز على طول. طيب يلا نجاوب الكويتشنز. which pet is liked the least؟ مين هو الحيوان الاليف اللي الناس ما بتحبوش كتير؟ من الرسمة واضح ان هو الكات. يبقى انا عندي هنا الكات. السؤال اللي بعد كده اللي بيتسأل على طول which pet is liked the most؟ مين هو الحيوان الاليف اللي الناس بتحبه كتير؟ واضح ان احنا من الرسمة اكتر واحد عندي البيرد. طيب يلا نيجي بقى للمسائل اللي بنحتاج ان احنا نعمل addition وايه وسبتراكشن. يا اما هنحط اتنين على بعض او نعمل ماينس، نشيل حاجه من حاجه. بيقول لي هنا ايه بقى يا اولاد؟ how many people in all liked birds and cats؟ يعني قد ايه الناس اللي بيحبوا البيردز والكاتس مع بعض؟ يبقى انا هنا لازم اعمل ايه؟ اجيب البيردز احطهم على الكاتس. يعني اقول ايه؟ اقول كده 9 + 2 يديني كام؟ بعد ال 9 يلا نعد 2، بعد ال 9 10 11. يبقى الانسر عندي is 11.
السؤال اللي بعد كده how many people liked hamsters more than dogs. عندي كام واحد بيحبوا الهامسترز. كلمة more than يعني هنعمل minus يعني ايه اكتر من الدوجز. كم واحد بيحبوا الفار الصغير اكتر من الدوجز. نيجي نبص هنا الهامستر والدوج ده البار بتاع الهامستر وده البار بتاع الدوج. كم واحد بيحب اكتر ده وده بيحبوا الهامسترز اكتر من الايه من الدوج. يبقى هنعمل ايه نقول 5 minus 3 يبقى هنا 5 minus 3 يديني كام يديني 2. السؤال اللي بعد كده how many people all together like dogs والهامسترز والفيش. يعني مين هم الناس اللي بيحبوا الدوجز والهامستر والفيش كلهم مع بعض. يبقى اجي عند الدوج والهامستر والفيش اعمل لهم كلهم بلس. يبقى نقول 3 بلس 5 بلس 6 3 بلس ال5 بلس ال6. نعملها ازاي 3 بلس ال5 تديني 8 نقول 8 بلس ال6. نعمل اديشن ازاي هنحط ال8 in our mind ونحط 6 fingers نفتح كده في ايدينا 6 fingers ونعد عليهم بعد ال8 9 10 11 12 13 14 وكل لما عد اقفل صباع. يبقى 8 بلس ال6 تديني 14. يلا مع بعض ناخد another exercise. يقول use the following bar graph to answer the questions. يلا نتعرف على البار جراف بيتكلم عن ايه ونحل الأسئلة اللي حجلنا عليه. البار جراف بيتكلم عن الفارم animals we like يعني الحيوانات اللي موجودة في المزرعة اللي احنا بنحبها. طيب زي ما انتم شايفين انا عندي البار جراف ده horizontal يعني السكيل او التدريج بتاعي موجود على الهوريزونتال لاين على الخط الجانبي. اوكي طيب بيعبر عن ايه يا اولاد السكيل ده؟ بيعبر عن النمبر اوف بيبل عدد الناس عدد الناس اللي ايه اللي بيحبوا الانيمالز ديت. طيب ايه هي الكاينز اوف انيمالز اللي عندي؟ إيه هي انواع الحيوانات اللي عندي؟ عندي الدونكي اللي هو الحمار، عندي الرابت الارنب، عندي الشيب اللي هي المعزه او الاغنام اذا كان معزه او خروف، عندي الكاو البقره، وعندي التشيكن الفرخه. سؤالين مهمين جدا هيتسالوا لنا which animal is the most liked والسؤال الثاني which animal is the least liked. هنا مين اللي the most مين الاكثر واحد؟ الدونكي. يبقى لما يجي السؤال في the most هنقول الدونكي. طيب the least هنقول ايه؟ هنقول الشيب عشان هنا في بس 2. طب هنا في كام؟ 1 2 3 and 4. هنا في 4، هنا في 10، هنا في عندي 5، وهنا في عندي 8. يلا نجاوب الأسئلة بتاعتنا which animal is liked the most. مين هو الانيمال اللي الناس كتير بيحبوه؟ واضح من الرسم اللي هو الدونكي. السؤال اللي بعده which animal is liked the least من الرسمة الشيب عشان في منهم 2 بس. السؤال اللي بعد كده how many people in total liked cows and sheep. يعني كم عدد الناس اللي بيحبوا الكاوز والشيب. يبقى نشوف الكاو في عندنا كام؟ عندنا 5 والشيب في عندنا 2. نعمل ايه؟ نقول 5 plus 2 يبقى هنا 5 plus ال2 يديني كام؟ 5 plus 2 يديني 7. السؤال اللي بعد كده how many people like the chicken than rabbits. يعني كم عدد الناس اللي بيحبوا اللي تشيكن اكتر من الرابتس. يبقى احنا بنسأل عن الفرق مين هنا اللي اكتر من هنا اللي هم دول ده وده 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 دول ودول الفور دول والفور دول قد بعض دول الزيادة او اللي هم المور. طب نعملها ازاي؟ نعمل كده نقول 8 ماينس الفور. يبقى احنا كده بنطلع الفرق ما بينهم او الدفرنس ما بينهم. 8 ماينس الفور يديني كام؟ يديني 4. نعملها ازاي؟ نحط ال 8 فينجرز بتوعنا كده قدامنا ونشيل منهم 4 ونعد الباقي هنلاقي بقى عندي 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي how many people in all liked cows, rabbits and donkeys. الكاو والرابتس والدونكس نطلع فوق
عندي الكاو في منهم 5، الرابت 4، الدونكي في 10. يبقى 5 بلس 4 بلس ال 10. نعمل الاديشن ازاي؟ نقول كده 5 بلس 4، نكاونت بعد ال 5 4، بعد ال 5 6 7 8 اند 9، يبقى 9 بلس ال 10. طبعا لما بنيجي نعمل اديشن على ال 10 بتبقى سهل قوي يا اولاد. يعني لما اقول 9 بلس 10 تديني على طول 19، 8 بلس 10 18، 7 بلس 10 17. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا نحل شيت 5. بيقول لي use the bar graph to answer the questions. يبقى نبص على البار جراف الأول نفهمه، وبعد ما نفهمه نجاوب على الأسئلة. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الفروتس والفيجيتابلز at the farm stand، اللي هي الفواكه والخضروات اللي موجودة على الحامل بتاع العرض اللي موجود في المزرعة. طيب مين هم الـ kinds of fruits والـ vegetables؟ مين هم الأنواع بتاعتهم؟ عندي الكارود، عندي الأبل، عندي الكورن والبيتش والووتر ميلون. طيب الـ scale بنكتب عليه إيه؟ بنكتب عليه numbers أو الأعداد اللي بتوصف البوكسز ديت. يعني 5 ده بيوصف إيه؟ بيوصف إن أنا عندي 5 apples. طب الـ scale بنكتب عليه إيه؟ بنكتب عليه الـ number of fruits and vegetables. دي أعداد الفروتس والإيه؟ والفيجيتابل. طيب الكاروت في عندي كام منه؟ في عندي 10، اخره 10 اهو. الكورن الذره اخره كام؟ 4. البيتش اخره كام؟ 8. الووتر ميلون كام؟ 2. يبقى هي دي الحاجات اللي معروضه عندي على الفارم ستاند. يلا نجاوب مع بعضينا الاسئله. بيقول لي وات از ذا نمبر اوف ابلز؟ كم عدد التفاحات اللي ايه اللي معروضه؟ نروح على البار نلاقي ايه؟ 5 apples. يبقى we have 5 apples. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what is the number of carrots and peaches all together؟ يعني كم عدد الكاروتس والخوخ والبيتش مع بعض؟ نعمل ايه؟ نروح نشوف الكاروت قد ايه؟ هو بيسأل على حاجتين مش حاجة واحدة. يبقى هنجيب الحاجة دي والحاجة دي ونعمل لهم sum، نحطهم على بعض. ليه نحطهم مع بعض؟ علشان احنا فهمنا من السؤال ان هو عايز الحاجتين مع بعض. كلمة and فهمتني كده، ده وده. يبقى 10 بلس ال 8، 10 بلس ال 8 يديني 18. السؤال اللي بعد كده what is the number of corn؟ الكورن عندي منه قد ايه؟ نيجي نبص نلاقيهم 4. اكسرسايز سهل وجميل. يلا الاكسرسايز اللي بعده بيقول لي from the bar graph complete. يلا نتعرف على البار جراف. الفيفوريت درينك، المشروب المفضل اللي احنا بنحبه. يلا هنا مكتوب ايه؟ عندي الكوفي والتي والفروت جوس والميلك شيك. دي الدرينكس اللي احنا بنحب نشربها. طيب السكيل او التدريج بتاعي موجود عليه ايه؟ النمبرز اللي هتوضح الاعداد بتاعت البار جراف. طيب الكوفي عندي كم واحد بيحبها؟ نيجي نبص اخر البار بيشاور على ال 6. التي عندي 9. الفروت جوس عندي كم واحد بيحبه؟ نيجي نبص على نهايه البار بيشاور على ال 5. الميلك شيك 1 2 3. اوكي؟ طيب يلا نجاوب على الاسئله. Which drink is the most favorite؟ مين الدرينك اللي الناس كلها بتحبه؟ هنا بيسالني بيقول لي which drink؟ بيسالني على الدرينك، ما بيسالنيش على النمبر. يبقى لازم اجاوب بايه؟ بورد، باسمه. اسم الدرينك ايه؟ التي. يبقى دايما ناخد بالنا السؤال ويتش نمبر ولا ويتش درينك. لو قال لي ويتش درينك يبقى لازم اجاوب باسمه، لو قال لي ويتش نمبر يبقى لازم اجاوب بالعدد بتاعه، لو قال لي ويتش نمبر يبقى لازم اجاوب بنمبر. طيب السؤال اللي بعد كده هاو ميني مور بيبل لايك دي تي ذان كوفي؟ كم عدد الناس اللي بيحبوا التي اكتر من الكوفي؟ يبقى هنا هنعمل سبتراكشن. عندي قد ايه بيحبوا التي؟ عندي 9، الكوفي عندي 6، يبقى 9 ماينس 6. نعمل ايه؟ نحط ال 9 على ايدينا ونشيل منها 6، يديني كام؟ يديني 3.
او نكاونت من بعد ال6 لحد ما نوصل لل9 ونشوف عدينا قد ايه. نلاقي بعد ال6 7 8 اند 9، يبقى احنا عملنا كاونتنج ل3 فينجرز بعد الايه، بعد ال6. يلا السؤال اللي بعد كده بيقول لي how many people in all like fruit juice and milkshake، يعني كم عدد الناس اللي بيحبوا الفروت جوس والميلكشيك مع بعض. يبقى لازم نعمل اديشن، نحط دول على دول، نعمل صم، نقول كده 5 بلس الايه ال3 يدينا كام، نعد من بعد ال5 3 6 7 اند 8 نوصل لل8. يبقى هنا الانسر عندي از ال8. وبكده يا حبايبي وصلنا لنهايه الليسون. زي ما انتم شايفين درس سهل وجميل، اتعرفنا فيه ازاي نجاوب على الكويتشنز اللي على البار جراف، وان احنا ممكن نعمل اديشن او سبتراكشن. بنعمل اديشن امتى؟ لو جالي في السؤال كلمه اند. بنعمل سبتراكشن امتى؟ لو جالي كلمه مور زين. وما ننساش يا اولاد كلمه ذا موست دي معناها ان احنا نشوف مين اكبر بار، وكلمه ذا ليست دي معناها ان احنا نختار اقل بار. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم إن شاء الله.